بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الكوثر الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر طاعاتكم وأعمالكم. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة خصائص نظرية المجسمة. أيضا لا يفوتني في بدء هذه الحلقة أن أذكركم بأن موقع الإسلام الأصيل قد أعد جائزة قدرها 10 ملايين ريال سعودي لمن يثبت أن سماحة السيد كمال حيدري يقول شيئا على الغلاف الكتاب، وأن مضمون الكتاب أو ما في داخل الكتاب شيء مغاير لهذا، أو أن سماحة السيد يذكر أشياء خلاف ما هو معروف. كل من يثبت هذا بدليل قاطع له هذه الجائزة. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله سماحة السيد. هل هناك تتميم لما تقدم بيانه من كلمات أصحاب الاتجاه الأول؟ نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع قلنا بأن الإنسان حقيقته وكماله إنما تكمن في عبوديته لله سبحانه وتعالى، وأن هذه العبودية لله سبحانه، وأن هذه أو أن هذا التوحيد وهو توحيد العبادة لا يمكن أن يعطي أكله وثماره إلا إذا كان مؤسسا على معرفة صحيحة لله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى فلعله يتقرب إليه بما هو مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. يعني أن العبد من باب تقريب الحقائق بالأمثلة العرفية، أن العبد إذا لم يعرف مولاه كما ينبغي لا يعرف ماذا يقرب إلى المولى وماذا يبعد عن المولى. نعم. فلعله يهين ابن المولى بتصور أن المولى يفرح بذلك وهو يسخط لذلك. ولعله يتقرب من عدو المولى وهو يتصور أنه يقربه إلى المولى وهو يبعده عن المولى. ولذا ذكرنا أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: السائر على الطريق من غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا. إذن الإنسان قبل أن يعبد لابد أن يتعرف على معبوده ويتعرف على الله سبحانه وتعالى. ولذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: أول الدين معرفته. قلنا فيما يتعلق بمعرفة الله يوجد هناك اتجاهان أساسيان. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي يصر على أن كل الصفات التي وردت في القرآن الكريم، وبالأخص تلك الصفات التي وردت في الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله والمنقولة عن النبي، والتي بظاهرها توحي بالتشبيه، توهم التشبيه، توحي بالتجسيم. يعني نحن لو كنا وظاهر هذه الروايات فلا إشكال أنه دال على ماذا؟ دال على التجسيم. بأي دليل؟ التفتوا جيدا، بأي دليل نقول هذا؟ هو أن أولئك الذين حملوا أصحاب الاتجاه الأول الذين حملوا هذه الروايات والنصوص على ظاهرها ومرروها على ظاهرها
اضطروا أن يجعلوا قيدا بجنبها قالوا لا كالأجسام. أحسن. وإلا لو كانت دالة أو لم تدل على الجسمية لماذا يحتاجون أن يقولون له وجه لا كالوجوه، له جسم لا كالأجسام، له يد لا كالأيادي، له قدم لا كالأقدام، له نزول وحركة لا كالنزول والحركة الموجودة للأجسام؟ إذا كانت الألفاظ بنفسها لا توهم الجسمية، لا توهم التشبيه، لماذا تضطرون أن تضعون إلى جنبها مثل هذه الكلمات؟ إذن هذا يكشف عن أن هذه الألفاظ بطبيعتها دالة على ماذا؟ دالة على التجسيم، دالة على التشبيه. ولذا نجد بعد ذلك إن شاء الله تعالى سيتضح أنهم عندما حاولوا أن يدفعوا عن أنفسهم التشبيه والتجسيم قالوا بلا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. هذه كلها للتخلص ماذا؟ للتخلص من إيهام هذه الألفاظ وهذه الكلمات وهذه المفاهيم، حيث أنها ليست لها مصاديق إلا مصاديق جسمية مادية بحسب المتعارف عندنا. قلنا أصحاب هذا الاتجاه كانوا يصرون على هذا، ولذا قرأنا للمشاهد الكريم أن الشيخ العلامة صالح العثيمين أصر على هذا، قال فإن قالوا أنه يلزم من الرؤية أنه يكون جسما قال فليكن ماذا؟ جسم. فليكن جسما، فليكن كذلك. يعني لا 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 يوجد عندنا مضايقة ولا يوجد عندنا إصرار أن الله ماذا؟ ليس بجسم. نعم. في هذا اليوم أنا أريد أن أقرأ للمشاهد الكريم مجموعة من الشواهد الأخرى لعلها أوضح من الشواهد التي أشرنا إليها. نعم. بالأمس، التي تثبت أن هؤلاء لا مضايقة عندهم أن يلتزموا بأن الله سبحانه وتعالى جسم. هذه نعم، بالإضافة حتى أنه أكون على أمينا في نقل كلماتهم ونظرياتهم ومعتقدهم، أصحاب هذا الذين يسمون أنفسهم تارة بأنهم سلفية وأخرى يسمون أنفسهم بأنهم أهل السنة والجماعة، وبعد ذلك سيتضح أنه واقعا أن هؤلاء هل هم أهل السنة والجماعة أو أنهم ليسوا كذلك، وإنما هم أتباع ابن تيمية القائل بنظرية التجسيم والتشبيه. هذه إن شاء الله تعالى في هالليلة والليالي القادمة سيأتي بحث ذلك. كان لديكم قلت حتى أكون أمين. بلي أحسنتم. نعم. هذا الأمانة هو أنه أقول يقولون جسم لكن لا كالأجسام. نعم. يعني لا يأتي غدا أحد يقول بأن السيد الحيدري يقول أن هؤلاء يقولون جسم ولا يذكر أنه لا كالأجسام. لا، هؤلاء قالوا جسم لا كالأجسام. وبالأمس نحن ناقشنا هذه المقولة، وهذه الليلة إن شاء الله والليلة القادمة سأزيدها توضيحا. أما الشواهد الجديدة. نعم. التي تبين أن هؤلاء يعتقدون بنظرية التجسيم، التفتوا جيدا هذا المعنى. أريد أن أقف في هذه الليلة في بعض الموارد عند كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني المتوفى 852 من الهجرة، طبعة دار السلام الرياض، الجزء 13. هناك في الجزء 13 في صفحة 513 من الكتاب هذه العبارة موجودة، وبيودي أن المشاهد الكريم يدقق معي في هذه الليلة بشكل جيد. يقول وقال ابن بطال. نعم. ابن بطال أحد كبار شراح البخاري قبل ابن حجر. نعم. العسقلاني. نعم. وقال ابن بطال غرض البخاري في هذا الباب الرد على المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر. نعم.
ابن بطال يقول في كلامه اللي دا ينقل ابن حجر ماذا عنه؟ نعم. يقول أن البخاري كان بصدد إبطال نظرية من؟ نعم. المجسمة. نعم. لماذا يريد أنه البخاري يبطل نظرية المجسمة؟ يقول وقد تقرر أن الله ليس بجسم. نعم. ابن بطال يقول نعم. الثابت أن الله له جسم أو أبداً. ليس أبداً. أبداً. أعم من أن يكون كالأجسام أو لا كالأجسام. نعم. لا ليس بجسم. نعم. مو أنه التفتوا المشاهد الكريم، أنا بودي هاي الحقيقة يلتفت ويدقق. نحن لم نتهم هؤلاء أنكم تقولون جسم كالأجسام حتى تجيبون أنه جسم ليس ماذا كالأجسام. نحن نقول أنتم تعتقدون أنه جسم له خصائص الجسمية. أحسنتم. سواء كان مثل هذه الأجسام أحسنتم. أو غير هذه الأجسام. هنا الخلاف في أصل الخلاف الجسمية. في أصل الجسمية. نعم. وهذه مغالطة، إما أنهم واقعا مستواهم الفكري والعقلي ضعيف، وإما أنهم يغالطون. نحن لم نتهم هؤلاء بأنكم تقولون هو جسم كالأجسام حتى تقولون لا هو جسم لا كالأجسام. من يتهمكم أن الله جسم كالأجسام أجيبوه ماذا؟ بهذا الجواب. قولوا جسم لا كالأجسام. يعني هذا الكلام يصح في قبال ماذا؟ في قبال أولئك الذين يتهمونكم بأنكم تقولون جسم كالأجسام. نعم. نحن نقول أنتم تقولون أن الله جسم لا كالأجسام، ولكن جسم له خصائص الجسمية. نعم. هذا ماذا تقولون؟ تقولون جسم له خصائص الجسمية أو لا؟ نعم. فإن قلتم جسم له خصائص الجسمية إذن أنتم المجسم. أحسنتم. سواء كان كالأجسام أو لا كالأجسام بمقتضى قوله ليس كمثله شيء. نعم. وإن قلتم ليس بجسم ها؟ ليس له خصائص يعني. ليست له خصائص، إذن لماذا أطلق عليه اسم الجسم؟ هذا أحسنتم. استعمال اللفظ في غير ما وضع له يكون استعمالا مجازيا. أحسنتم. يعني أطلق الجسم ويراد منه أن الشيء متصف بخصائص الجسمية أو لا يراد؟ لا يراد. نعم. إذن استعمل اللفظ في معناه أو في غير معناه معنى. فإذا يكون مجازا. وأنتم لا تقبلون، تقولون لابد الإبقاء على ظواهرها. نعم. حقيقة. أحسنتم. نعم. يؤكدون أن هذه الألفاظ محمولة عليه حقيقة لا مجازا. أحسنتم. نعم. ما أدري واضح المشاهد الكريم؟ واضح. جيد. واضح. نعم. طيب. قال وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه. أحسن. التفت، إذن من قال أن الله يحتاج إلى مكان التزم بأنه ماذا؟ جسم له خصائص جسمية. فقد كان، هذا ابن بطال يقول. نعم. فقد كان ولا مكان. أحسنتم. قبل وجود المكان الله كان ماذا؟ كان موجود. لأنه المكان أيضا مخلوق من المخلوقات. المكان والزمان. ولذا قال علي بن أبي طالب أين الأين فلا أين لا، يعني هو الذي خلق المكان فلا يعقل أن يكون له مكان. أحسنتم. نعم. إلى أن يقول ومعنى الارتفاع إليه، منو ده يقول؟ ابن بطال. نعم. ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان. انتهى كلام ابن بطال. كما ينقل من؟ ابن حجر. ابن حجر العسقلاني. جيد. ابن حجر العسقلاني يوافق على ماذا؟ على هذا الكلام. يعني لا يبطل هذا الكلام. يؤيده. نعم. يؤيده. أنا بودي